الرحيم. الحمد لله الذي قدر الأمور بعلمه وفصل بين مختلفاتها بحكمه وتجاوز عن العاصين من عباده بحلمه. حارت دونه الأبصار وتبلبلت في نعته الأفكار. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وحبيبه الذي انتجبه من طيب العراق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على شهيدك يوم الدين وبعيثك إلى الحق أجمعين، رسولك الذي أعظمت أخلاقه وأخذت على النبيين ميثاقه، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على باب مدينة الحكمة والذي بولايته تمت النعمة، سيد العترة الطاهرة، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على حبيبة الله التي اجتباها والتي يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، ذات الشرف الخطير، والتي شهد لها الكتاب بالتطهير، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على سيدي شباب أهل الجنة وإمامي الأمة وشهيديها، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على الهداة المهديين، ساسة العباد وسادة الأنام، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل وسلم على وصي الأوصياء المرضيين وحافظ أسرار رب العالمين وبقية الله من الصفوة المنتجبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن المهدي عليه السلام، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح شؤونهم وطهر قلوبهم وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أبين الأمور التالية. الأمر الأول، النقطة الأولى في الأمر الأول، في الوقت الذي نثمن فيه عالياً الإنجازات الميدانية العسكرية للجيش العراقي ومن التحق بهم من المتطوعين خلال الأشهر الماضية، نؤكد على المقاتلين الأبطال في جميع المواقع المزيد من الاهتمام واليقظة لتوفير الحماية الكافية للمناطق التي يكلفون بحمايتها، خصوصا ما تشتمل على أماكن دينية مقدسة، فإنها مستهدفة من قبل الإرهابيين أكثر من غيرها، كمدينة بلد التي تضم مرقد السيد محمد ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، لأن من الأهداف الخبيثة للإرهابيين هو إثارة الفتنة الطائفية في البلد باستهداف مقدسات طائفة لإثارة أبنائها ضد طائفة أخرى، فلا بد من مزيد من الحرص واليقظة لعدم تمكينهم من تحقيق ذلك. النقطة الثانية، كما نود أن نؤكد
على أن ديمومة زخم التطوع للحضور في ساحات المنازلة مع الإرهابيين لها دور مهم في الحفاظ على المكاسب الميدانية التي تحققت إلى اليوم، وتحقيق المزيد منها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. ولهذا الغرض لابد أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم عملية التطوع وصرف الرواتب المقررة للمتطوعين، فإن ترك هؤلاء الأخوة من دون رواتب لعدة أشهر مع حاجة النسبة الغالبة منهم إليها ربما سيدفع قسما منهم أمام ضغط الحاجة لأسرهم وعوائلهم إلى التخلي عن الحضور في جبهات القتال والعزوف عن ذلك بالرغم من رغبتهم الكبيرة في المشاركة في حماية الوطن من مخاطر الإرهابيين. كما يتعين على الحكومة الاهتمام بتوفير ما يحتاجون إليه من السلاح والعتاد اللازمين للقيام بهذه المهمة، فإن هناك الكثير من الشكاوى التي تصلنا من هذا الجانب. النقطة الثالثة، إن اعتماد الجماعات الإرهابية لأسلوب محاصرة بعض وحدات القوات المقاتلة وعزلها عن خطوط الإمداد ثم محاولة القضاء عليها، وأيضاً استخدام هذه الجماعات لأسلوب الإشاعات والأخبار الكاذبة في محاولة منها لبث الذعر والرعب في قلوب المقاتلين، يتطلب من الجهات ذات العلاقة أن تطور أساليب عملها وتضع آلية مناسبة للتحرك السريع لفتح خطوط الإمداد للقطاعات العسكرية متى أغلق شيء منها. وكذلك لا بد من أن لا يسمح للإشاعات والأخبار الكاذبة أن تنال من عزائم المقاتلين، بل يتم تعزيز معنوياتهم وشحذ هممهم بالأساليب المناسبة لذلك. ومن أهمها تواصل القادة العسكريين معهم ميدانيا وحثهم على الصبر والصمود والتوكل على الله تعالى وتذكيرهم بنتائج ذلك من المدن التي قاتلت لعدة أشهر على الرغم من قلة سلاحها وعتادها ومؤونتها كمدينة آمرلي وغيرها. النقطة الرابعة، وهنا لا بد أن نؤكد مرة أخرى على ما نبهنا عليه مرارا من أن المهمة المقدسة التي يؤديها إخوتنا وأبناؤنا في الجيش ومن التحق بهم من المتطوعين هي حماية العراقيين كل العراقيين من عصابة داعش الإرهابية، ومن هنا لا بد أن يكونوا حريصين كل الحرص على أن لا يبدر منهم أي تصرف مناف لأداء هذه المهمة المقدسة كالاعتداء لا سمح الله تعالى على أي مواطن مسالم في نفسه أو عرضه أو ماله مهما كان انتماؤه المذهبي أو توجهه السياسي. الأمر الثاني، يتداول الحديث في هذه الأيام عن وضع آلية لتشكيل الحرس الوطني، وهنا نود التنويه بما يلي. النقطة الأولى،
ضرورة الاستفادة من تجارب وآليات بناء الأجهزة الأمنية سابقا، ودراسة الأسباب التي أدت إلى إخفاقها في أداء مهامها، وتفادي تكرار الأخطاء الماضية التي أدت إلى عدم تمكنها من تنفيذ المهام الموكلة لها بصورة فاعلة وصحيحة. النقطة الثانية: الحذر من اعتماد آلية تضفي طابعاً طائفياً أو قومياً على بناء الحرس الوطني، بحيث يتولد شعور الندى المنتسب لهذه القوة بأنه يدافع عن طائفة أو قومية معينة وليس عن جميع أبناء المنطقة التي يكلف بحمايتها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والقومية. النقطة الثالثة: اعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والحس الوطني ونقاء السيرة في الماضي والحاضر لاختيار العناصر التي ستمسك بزمام الأمور والقيادة لهذا التشكيل الجديد. النقطة الرابعة: وضع آليات مالية وإدارية حازمة وشفافة تسد الثغرات على المفسدين للنفوذ من خلالها لنهب أو هدر المال العام لهذه المؤسسة العسكرية. النقطة الخامسة: إعطاء الاهتمام الكبير بالبناء المعنوي وترسيخ الشعور بالانتماء الوطني للعناصر التي سيتم انضمامها لهذه المؤسسة، لكي يكونوا رجالاً يملكون مواصفات الشجاعة والاندفاع والاستبسال في القتال دفاعاً عن بلدهم وشعبهم. فإن أحد أهم أسباب النكسة التي حصلت مؤخراً هو فقدان هذا الجانب في العديد من العناصر المنخرطة في القوات الأمنية. ويتأكد أهمية هذا الجانب لدى القادة والأمراء للوحدات التي يتشكل منها الحرس الجديد، فإنهم القدوة والمثل الأعلى لبقية المنتسبين بطبيعة الحال. الأمر الثالث: إن حسم الوزارتين الأمنيتين الدفاع والداخلية وتعيين وزيرين لهما يتصفان بالكفاءة العالية والنزاهة التامة أمر يحظى بدرجة كبيرة من الأهمية في الظروف الراهنة. والمأمول من السيد رئيس الوزراء والكتل السياسية المعنية أن يجعلوا مصلحة العراق فوق أي اعتبار آخر في حسم هذا الموضوع الذي نأمل أن يتم بعد العيد من غير تأخير. ولا يبقى هذان الموقعان المهمان شاغرين لمدة طويلة كما حصل في الحكومة السابقة، كما نأمل أن يتبوأ كلا منهما من يكون جديرا به من حيث المواصفات، فإنه لا يجوز التهاون في هذا الجانب والقبول بمن هو دون المواصفات لاعتبارات سياسية أو مصالح حزبية أو فئوية أو مناطقية. نسأل الله تعالى في الختام أن يوفقنا لمراضيه وأن يسددنا لما يحب ويرضى، وأن يمن على بلدنا وشعبنا وشعوب المسلمين جميعا بالأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.